لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدينا الدلفيسات، نفتح الدلفيسات. هنا في الدلفيسات هناك من يقوم بعملية التنصيب الدلفي من جديد، ولكن عندما يبحث عن كي ريبور لملف الطباعة لا يجدهم. عادة عندما يقوم بعملية تنصيب جديدة يعني للدلفيسات لا يجد ملف الطباعة. كيف نقوم بعملية تنصيبه أو إظهاره؟ فهو في الواقع هو موجود ولكنه غير ظاهر على الدلفي أو قر مفعل في الدلفيسات. هنا في الدلفيسات نذهب إلى الكومبونون ونقوم بعملية انستال باكاج. هنا نقوم بعملية انستال باكاج، نضغط على انستال باكاج. في هذه الحالة نقوم بالضغط على هذا البوتو ادي دي، تأتي نذهب الى المسار الى الكمبيوتر اين وضعنا اين قمنا بعملية تنصيب الدلفي. في سي انا قمت بعملية في السي في البرامج. نذهب الى بورلاند هنا والدلفيسات، وبعد الدلفيسات الى بين نجد هذه الملفات، هذه الملفات التي باللون الابيض، يعني هو في ملف الطباعة في الواقع ملف لديه اسم واحد فقط على ما اظن. هذا هو الملف، هذا هو الملف للطباعة، ولكن هناك من لا يظهر له الاسم أو لا يعرف الاسم. سوف أقوم بتحديدهم كاملا ونقوم بتنصيبهم على الدلفي. هكذا نقوم بعملية تنصيبهم جميعا، وأضيف الملف الأول كذلك، هذا الملف بالضغط على كنترول والفأرة. هكذا لقد قمت بتحديدهم كاملا وأقول له open. هنا يأتي هكذا، سوف أعطيه موافق. فهناك ملفات لا يستطيع. هكذا لقد قمت بعملية تنصيبهم كاملا وأقول له OK. هنا في هذه الحالة عندما أقول بهذه العملية سوف أذهب إلى هنا وأرى ها هي Quick Report. هنا نجد كويك روبورت، ها هي ظهرت هنا كويك روبورت، وتظهر معها ربما أيقونات أخرى، ربما راف ربما هذه ظهرت معها. مهم كويك روبورت هذه لملف الطباعة. ها هي عندما نضغط على ملف الطباعة ها هو لقد أتى ملف الطباعة. هذه عملية تنصيب أو إظهار ملف الطباعة في الدلفي سات. ها هي أيقونة الدلفي سات، هذه هي أيقونة الطباعة للدلفي سات. هي عملية سهلة وبسيطة، نستطيع أن نقوم بتنصيبها أو إظهارها من كوبونو أنستال باكاج. إن شاء الله أنكم فهمتم هذه الطريقة، وهناك من لا يعرفها ويبقى حائرا في تنصيب الملفات الطباعة. هذا ما إن شاء الله أنكم استفدتم من هذه الفكرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.